يعتبر الاستراكشر كله اللي جوه الخليه يجب محلل ايه اللي بريزيرف بس ولازم تقول ان فور سيبرال ديز. تمام، نفس الفكره عندك الاستراكشر اللي بره الوول بس اللي بره هو اللي اتفضل عندك وبقيه الخليه من جوه حصل لها ايه ديش ده كوجلت كونكروز. ماشي حتى البوردرز الاوت لاين بتاع الخليه، هل انت شايف في بريزيرف ستراكشر؟ لا، هي الدنيا ساكنه كلها في بعض، ده اللي بيسموه الايكوفاكتور. طب وايه الاكزامبل بتاع الايكوفاكتور؟ بس ال... يا دكتور بس ال... من الانتستين بس ايه ده؟ ده فات المفروض ان الانتستين حواليه بريتونيوم، البريتونيوم ده فيه فات طلع لايبيز انزايم دخل على الفات كسر الفات عمل لك ماسس، الماس دي لو جيت فتحتها من جوه هتلاقيها هارد وشوكي وايت فدي سميناها ايه؟ كالسيوم كالسيوم سوب سوبليفيكيشن. ماشي؟ طيب ولو جيت خدت عينه تحت الميكروسكوب يقول لك الريمنانت المفروض ده كان سيليوم هنا ده كان سيليوم صح؟ يقول لك بقايا سيليوم الشادو بتاع السيليوم موجود هو ده اللي قدام حته كده في حته كده هتلاقي لون ايه يا جماعه؟ اللون ده ازرق ده اللي هو بتاع مين؟ لوسين ده الكالسيوم ده بتيجي احنا قلنا الكالسيوم دي هاي افينيتي انه يتحد مع مين؟ مع الفات وبتديني حاجه اسمها سبوريفيكيشن. بالمره بقى كان في حاجات مطلوب منك احنا اتكلمنا في الديفينيشن الايكيولوجي الميكانيزم فاستوجينيزم والمورفولوجي المورفولوجي ده اللي جميل فيه ايه وايه؟ بس اللي يهمني اهم سؤال مايكروسكوب هو المايكروسكوب وقلت لك ادي مثلا اكزامبل للكيدني ودي خلايا الكيدني مرة لو انا عايز ادي ديفينيشن للكروتس الريفرسبل سيل دامج الريفرسبل ولا الريفرسبل الريفرسبل سيل دامج كاركترايزد بيه لوكال ديس اوف جروب اوف سيلز اوف جروب اوف سيل ويزنج ليفينج تيشن يعني جزء من الكيدني هتلاقي مات. تمام؟ طيب السؤال الثاني ايه هي الاسباب اللي تخليني ادخل في نيكروز؟ يعني سيفير ديوريشن بتاعتها لونج. طيب الخلية دلوقتي اهي هكبرها اللي هيحصل فيها نيكروزس وادي نيوكليس اهي والنيوكليس دي المفروض فيها الكروماتين وايه اللي هيحصل عندي؟ القصه كلها ان الليجن سواء كان هايبوكسي او اسكيميا او كده هيضرب لك المين تارجت اللي احنا اتكلمنا فيه. المين تارجت عندك هو الميتوكوندريا. لما تضرب الميتوكوندريا ايه اللي هيحصل؟ ما يهمنيش المشكله دي كلها، اللي يهمني ايه؟ ان الكالسيوم دلوقتي شانل هتتضرب ناقص الاي تي بي اهي يبقى دلوقتي انت عندك الميتوكوندريا دي اتضربت قل الاي تي بي الكنترول بتاع الكالسيوم شانل باظ بدا يحصل ايه؟ زياده للكالسيوم بس ده كده اكسترا سيلولر وفي نفس الوقت الميتوكوندريا اللي اتضربت دي بدات تسرب ليكج كده يحصل للكالسيوم فالمحصلة في الآخر إن الكالسيوم اللي عندك ده حصل له انكريز بالانترا سيلولار كالسيوم فبدأ يحصل إيه؟ بدأ الكالسيوم يزيد طب لما الكالسيوم زاد عمل إيه؟ اكتيفيشن للإنزيم هما إيه بقى؟ الإندونيوكليز الإندونيوكليز إي تي بيز والإي تي بيز والبروتيز والبروتيز والفوسفولايبيز وادي كده الباثوجينيسيس المورفولوجي قلنا لازم تفهم مين الاول الميكروسكوب
المايكروسكوب ايه اللي هيحصل؟ الكالسيوم هيعمل لك اكتيفيشن للانزيم دي. مين اول انزيم هتشتغل فيه؟ الاندونيوكليز. الاندونيوكليز ده هيعمل لك تشينجز، هنسمي التشينجز اللي احنا هنشوفها ايه؟ سايكولوجيكال تشينجز. سايكولوجيكال تشينجز دي انا هشوف ايه وايه؟ نيوكليير تشينجز اللي هتحصل عندي و سايتوبلازم. اكيد اللي هيبدا هو نيوكليير تشينجز. الاندونيوكليز هيجي يكسر لك. طبعا الكلام ده انا ما كتبتوش ماشي؟ ليه؟ ما ملوش لازمه. انت ما تقولش اي حاجه قدامك بتحبطها، فملوش لازمه ازود لك كلام ملوش اي معنى ليه. الفكره كلها ان الاندونيوكليز دلوقتي هيخرم لي النيوكلير ميمبرين. المايه اللي جوه اللي هيحصلها ايه؟ نيوكلير فلويد هتطلع بره. حجم النيوكلس اول حاجه هيحصل فيه ايه؟ هيقل. واللون بتاعها هيبقى غامق. سمينا الموضوع ده بيكنوزس. يبقى ايه هو البيكنوزس؟ سموث دارك نيوكليس. بعد كده كروماتين دلوقتي بقى كله كده مكرمس على بعضه. هيبدا يحصل ايه عندنا؟ سمينا الموضوع بتاع الفراجمنتيشن ده ايه؟ كيريوريكسس. يبقى تاني حاجه كيريو، قلنا كيريو يعني كروماتين، وريكسس يعني فراجمنتيشن. وفي الاخر خلاص هيحصل ايه؟ كيريو لايسس. واول ما تسمع كلمه كيريو لايسس يبقى ايه اللي حصل؟ اختفت النيوكليس. في نفس الوقت تعالى شوف السيتوبلازم ايه اللي هيحصل فيه؟ المايه اللي كانت هنا هيحصل لها ايه؟ خرجت من السيتوبلازم. الاوزموتيك بريشر المينرالز اللي جوه هاد. طبعا دلوقتي انت بتحتف ميه بمينرالز، فالمينرالز التركيز بتاعها السيتوبلازم هيزيد. فلما يزيد يرفع البريشر اسمه الاوزموتيك بريشر. لما يزيد الاوزموتيك بريشر يعمل ايه؟ يسحب ميه من جوه من بره لجوه. فبالتالي ايه اللي هيحصل في الخليه دلوقتي؟ سوري، فاول كلمه في السيتوبلازم لازم ممكن تكتفي بيها اصلا سايتو ميجن. تعالى لي على الانزيم اللي بعد كده الاي تي بيز. مش مهم البروتين. البروتين دلوقتي هيعمل ايه في البروتين جروبيوز اللي موجوده عندك؟ هيكسرها. فتبان تحت الميكروسكوب ده برضه انها ايه؟ فاضيه. فاضيه. فيقول لك فاكيولز. فاكيولز. زين فيك؟ فاكيولز كده. نتيجه الديجنريشن اللي حصل. طيب ده الجزء الاولاني. الحته اللي قلنا هنزودها على الكتاب ان انت برضو بتشوف حاجه تانية غير السيتولوجي هو الاركتكتشر. يعني ايه اركتكتشر؟ شكل الخلايا اللي ماتت. هي ماتت بطريقه من اثنين، يا اما حصل حاجه اسمها بروتين دينيتوريشن، وانت تقول ان انا عندي بروتين دينيتوريشن. لو كان السبب هايبوكسيك. هايبوكسيك. طب ليه؟ ارجع كده بسرعه. الخليه اهي قلبت من ايروبيك الى انيروبيك. زاد اللاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد هيبدا يزيد هنا ويبدا يترسب في الوول. لما ترسب في الوول شفت منظر الحاجه اللي انا لسه ما وريهالكش لما حصل فيها كواجريت اوف نيكروزس. الوول كله زي ما هو والخلايا من جوه اتمسحت. ده اللي هيحصل عندك. الاسيد لما هيروح للوول هيعمل ايه في البروتين؟ هيتفاعل معاه اسيد مع بروتين، يحصل بروتين دي ديناتوريشن. ايه المشكله لما يحصل بروتين دي ديناتوريشن؟ انه مش هيحصل ايه؟ بروتين انزيم هيجي يشتغل يلاقي الوول ده البروتين بتاعه ابنورمال مش هيكسره. في الحاله دي قلنا ده بيسموه بروتين دي ديناتوريشن. طيب دلوقتي بقى النتيجه اللي هتترتب على الموضوع ده ان الوول بتاعك هيحصل له تكسير؟ لا، فيقول لك بريزيرفد اوت لاين. كل الخليه من هنا دابت وتفضل المنظر ده. وحتى قلنا بيسموا اسم كده الخلايا بالمنظر ده سموها الجروس سيلز. او في الطريقه الثانيه اللي هي طريقه اللايسس. لا دي مالهاش دعوه اصلا بالهايبوكسي. اللايسس ده قلنا حاجه من اثنين، يعني هتعمل ايه؟ هتكسر الخليه، يا اما حاجه طالعه من الخليه سميناها هيدروليسيس اوتولايسيس، او حاجه جايه من بره الخليه هيدروليسيس سميناها هيدروليسيس. بناء على المعلومه دي رحنا مطلعين انواع نيكروز. صح. انواع النيكروز عندك طلع خدنا نوع المره اللي فاتت اتكلمنا عنه اللي هو بريزيرفد اوت لاين سميناه ايه؟ السؤال الثاني كواجريت نيكروز ده هيحصل امتى؟ ايه السبب؟ هيبوكسيا وسكين. هيبوكسيا وسكين. حصل له سكين ديكوريشن نتيجه
هايبوكسيا. وقلنا كل الاورجن اللي يحصل فيها هايبوكسيا او اسكيميا يحصل لها تؤدي للنيكروز اسمها على البرين. طب ليه؟ مش انيروبيك اصلا. لان السي ان اس اصلا مش هيحصل له انيروبيك. فما فيش لاكتيك اسيد في القصه دي كلها مش هتحصل. تمام؟ طيب فالانواع بالنسبه لي اتكلمت عن اول حاجه اسمها كواجلتيف نيكروز. وقلنا ده اسم غلط اصلا وما سموه كواجلتيف ليه؟ على اساس ان هو بريزيرف. وحتى قلت لك اكزامبل كواجلتيف تخيلوا ان هو البيضه دي مسلوق. ما ينفعش تديه كتكوت تمام؟ ولكن بريزيرف الانفاين. طيب الطريقه الثانيه او النوع الثاني اسمه ليكويد فاكتور. وده معناه من الاخر كده لايسنس. طب واللايسنس ده كام حاجه قلناهم؟ يا اوتو لايسنس يا هيترو لايسنس. يعني يا اما حصل زي حالات سي ان اس هيبوكسيا يا اما حصل في حالات البص. والبص ده يعني ايه؟ احنا قلناها المره اللي فاتت. قلت لك اي تشو البكتيريا دلوقتي هتيجي على الخلايا بتاعتك بتعمل فيه ايه؟ تكسره. لما تكسره يطلع يبعد السيل من جوه ميه. صح؟ البص ده عباره عن ايه؟ ميه وشويه حاجات. الميه اللي طالعه عندك دي جايه من ايه؟ من السيل مش البكتيريا اللي مطلعها. هي بس بتحط عليها شويه سبابات. فالفكره كلها ان انا عندي بكتيريا توكسين ضربت السيل وول كل ده وطلع منه ميه فبقت الحته دي كلها ميه. ده اللي بيسموه ميكوفاكتور. فالابسس عامه الكرات ده عباره عن ايه؟ كافيتي كده ومليان ايه من جوه؟ بص. فده اكزامبل حلو قوي ليه؟ الليكوفاكتور ميكروز. هتلاقي بقى عندك حاجه اسمها بيولوجينيك ابسس واميبيك ابسس مش هتفهمهم دلوقتي غير لما ناخد شفتر من الجنش. ماشي؟ طيب بعد النوع الليكوفاكتور اتكلمت على الفات ميكروز. وقلنا عندنا نوعين المرة اللي فاتت هو الانزيماتيك. تمام؟ انت دلوقتي القصه كلها اهي ادي السكند بارت بتاع اليودرم. وده البنكرياس. المفروض ان انا عندي هنا دي الدكتس بتاعت البنكرياس. حصل لأي مشكلة إن اللايبيز انزايم اللي طالع عندي زاد. اللايبيز انزايم لما يزيد إيه اللي يحصل؟ هيبدأ ياكل في البنكرياس. وده كان مرض اسمه أكيوت مراجع بنكرياتايتس. المشكلة البلوتونيوم اللي حواليه الفات اللي موجود فيه هيطلع له اللايبيز انزايم. هيجي على الفات ست يعمل فيها إيه؟ يكسر. يطلع من جوه الفات هنا. الفات ده يكسر في إيه وإيه؟ رايك بسرايك و فري فاتي اسيد. مشكلة الفري فاتي اسيد انه هاي افينيتي ايه؟ كالسيوم. ويديني حاجة اسمها كالسيوم سوس. الكالسيوم حلو تحت الميكروسكوب يبان لونه ايه؟ تحت الميكروسكوب يزرق احمر. هو ده شغل فيبان انه بيزو فين. اما في البروس بيكتشر الكالسيوم تفتكره بالعرض يبان لونه ابيض وابيض. وقلت لك المشكله ان اي حاجه بترش فيها كالسيوم بتبقى هارد فبتبقى مش دايجنوز عندك انها كانسر. فلازم تعمل تشوف تتاكد انك تاخد العينه دي وتبص عليها تحت المايكروسكوب. بسرعه يا فندم الفات تشينج سوري الفات تشينج تحت المايكروسكوب. تمام. وانفلاماتوري ريأكشن بقى. أهم حاجة المنظر اللي أنت شفته في الأول الفات نيكروزس. قلت إن أنا عندي في منه نوعين. نوع خلصناه اسمه إنزيماتيك. ونوع تاني على فكرة كل سنة ممكن في الكتاب كل سنة بيشرحوه في المحاضرات تضطر ساعتك تزوده. الفات نيكروزس أصلا وهناخده بتفصيل تاني في سبيشال. النوع الثاني بقى اسمه تروماتيك. احنا قلنا الاولاني ده كان بيحصل في البريتونيه الفات. الانزيماتيك فعلا انزيم
لايجيز. ده هيحصل في البريست. البريست ده عباره عن جلانس فيها ضغط وفي فات. دايما القاعده كده علشان حد من البنات بتشكر في البريست. البريست ده اورجن بيسموه فايبرو فاتي جلاندولا اورجن. في جلاند وفي فيلمنتس وفايبرز كتيره هي اللي ماسكه البريست وفي فات. الفكره كلها ايه اللي هيحصل؟ ان البريست ده هيتعرض لتروما. انجل خط وارجع كده تفكر سيد انجل كان من ضمن الحاجات في الفيزيكا التروما. التروما دي لوحدها فيها سؤال مهم جدا، ازاي تفرق حاجه من حاجه دلوقتي عندك. طب لما هيحصل تروما الفات سيل دلوقتي ايه اللي هيحصل فيها؟ تكسر. يبقى المره دي انا كسرت الفات سيل ازاي؟ بتروما. نفس الكلام كمل الفات اللي جوه هيتحلل لايه وايه؟ فري فاتي اسيد و ترايجلسرايد. الفري فاتي اسيد ده مشكلته ان ليه هاي افينيتي الكالسيوم، فهتلاقي عندك فيه مازز اتكونت سب كوتينيس تحت الجلد. الكونسيستنس بتاعتها يا حد هارد، ولو فتحت بتاع البريست وبصيت عليها هتلاقيها تشيكي وايت. طبعا انت اي حاله بريست بنعمل اكزامينيشن ليها، فهتلاقي ان الفيميت تيجي بريزنت كالاتي. هتيجي تقول لك يا دكتور انا دلوقتي حاسه في كتيعه تحت في البريست، نعمل اكزامينيشن. لو انت مش اوير هتلاقي الناس دي اول حاجه هتفكر فيها بريست كانسر. هي دي المشكله. ناس كتير جدا بيعملوا ايه؟ يقول لي الست دي حصلت عندنا، احد الدكاتره الافاضل كان لسه بقى فلتر كده ومتعين وفرحان، يلا بقى انا هعمل اكزامينيشن. موقف الله الناس هارت. الله يا ست انت عندك بريست كانسر، تمام؟ عايش الست في رعب. اول حاجه اوعى تقول على حاجه انها كانسر غير لما تعمل مايكروسكوب. دي قاعده. طيب في الحاله دي المفروض مطلوب منك ايه؟ تاخد عينه وتبص عليها هتشوف ايه؟ شادو وفات سيل. في حتت فيها ميزوفيليك كريون وامبلمنتك، هو نفس الكلام. يعني ايه الفرق ما بين الانزيماتيك والتروماتيك؟ الطريقه اللي حصل بيها. ده عن طريق تروما، اما ده عن طريق انزيمز. ده في البريست، اما ده كان في البريتوريا. طيب السؤال بقى ده اللي اتسال في الاورا في احد الدكاتره كده بدون ذكر اسمه، يعني حتى كان سالنا السؤال البطيء ده في الاورا. هو السؤال ده المفروض اصلا مش ليه، المفروض دول بتوع الجراحه، بس هو بيحب يستبدل. حاجه جات لك وعندها هارت بريست ميكس، تشوف الجين هتقول له انها ممكن تكون فات نكروزس. هي في حاجات كتير، بس هو من الاخر هيقول لك فات نكروزس او بريست كانسر. ازاي تفرق؟ يعني انا دلوقتي الماس اللي الفيميل جايه بيها هارد بريست ماس، هتقول لي العيانه ايه؟ انت اللي بتدرس في سنه ثالثه، تخيل ان الدكتور في فيميل او اي حاجه، تمام؟ واحده جت قالت لك انا في بريست ماس الهارد وهعمل فيها ايه؟ ايدي. عشان تتاكد وتريح دماغك خالص لازم هو الشوب اللي هيفرق لك هو ايه؟ المايكروسكوب. المايكروسكوب تاخد عينه، لو لقيت فيها شادو فات سيل بالفريد كاسل جرانيول والكلام ده يبقى دي ماشيه بسكه فات نيكروز. اما البريست كانسر لا، هتلاقي مالجنت الكلام ده. طيب المايكروسكوب لو حد عمل عينه ما بتطلعش في يومين، هتاخد من 3 إلى 5 أيام. خلال الفترة دي ومعاك زوجة مصرية أصيلة، يعني إن شاء الله هتجيبها في 3 أو 4 أيام، يبقى في الحالة دي ممكن كمان تأكد لنفسك أنت
عن طريق الهيستوري هتسأل الست دي سؤالين. البريست كانسر هو واحد من أشهر الحاجات اللي بناخد فيها فاميلي هيستوري. يعني ايه؟ يعني بتسأل في مين دي؟ في حد في عيلتكم جاله بريست كانسر قبل كده؟ إن عندنا أحد العيانين في أختها وأختها والثلاثة بيعرفوا في الستين وأبوهم بس كانسر تاني والبريست كانسر بس في مين؟ وكانت أمهم يعني فالعيلة كلها جالها بريست كانسر. طيب الفات نيكروزس هتسألها على هيستوري في حد اتقالت بتخبط؟ أكيد لا. وما هتسأل ايه؟ هتسأل على هيستوري التروما. هو بقى اللي سأل السؤال بيلف ويدور على شنو كده. ودي مشكلة البورا. لجنة البورا اللي أعرفها طبعا بتبقى ما بين دكتور وطالب. مصارعة إذا افتكرها أي حاجة. مشكلة الدكتور إن هو بالنسبة له الحاجة دي عدت عليه كتير. أما أنت بالنسبة لك يمكن تكون أول مرة تسمع عنها في الشفوي أو يمكن أصلا ما كنتش سمعت عنها. ففي بعض الدكاترة ما بيعرفش يوصل السؤال ده هتلاقوه كتير. جاي بيسألك سؤال أحمد وأنت مش عارف تفهم هو عايز إيه. هو من الآخر عايز يوصلك لحاجة واحدة. أنت دلوقتي هتعتمد على الهيستوري مؤقتا. هل الهيستوري ممكن أعتمد عليه؟ آه. بس مش دايما. التروما ودي بقى الحاجة المقرفة فيه. الفيميل بيشنت أغلبهم واحنا بنعمل اكزامينيشن بنلاقي عندها هارد بريست ميلز فاكيد وممكن تسالها سؤال وتقول لها انت اتخبطتي قبل كده تحلف لك لا ابدا. اكتشفوا في الاخر بقى ان اكتر سبب بيعمل تروما للفيميل ان البريست يبقى مشدود تمام وده دايما يقول لك كده ان سيوتابل بروم ان البريست مشدود على الاخر عامل زي الطبق اي مينيمال تروما هتعدي على الفيميل مش هتاخد بالها منها هيحصل لها كانها ماجنيفيكيشن تمام حاجه مشدوده فانت لو جيت لمست على الطبقه كده هتديك صوت عالي نفس الكلام التروما بالنسبه للفيميل هنا بتعدي كتير قوي انوتست ما تاخدش بالها منها ليه؟ لان الفيميل دايما كده يقول لك انسيوتابل برا والبريست فيه هايبر سنسيتيفيتي للتيشو بتاعه عشان كده نمبر 1 دايما بنقول للفيميل دي البسي لوز تيشو يعني هدومك تبقى واسعه فالفكره كلها الفات نيكروز السبب تروما هتاخد هيستوري من العيان هو السؤال بقى جه قال لك لو سالتها وقالت لك لا انا ما اتخبطتش هو ده اللي كان عايز يوصله ان اغلب حالات التروما بتاعت البريست انوتسد بسبب الانسيوتابل كلوز اللي بتبقى نفسها تيشو يبقى دلوقتي يا دكاتره الفات نيكروز اول نوع اتكلمنا عنه اسمه انزيماتيك وتاني نوع اتكلمنا عنه تروماتيك. الفرق على فكره الاثنين واحد. الفرق فين؟ السبب وبالتالي هيبقى المكان. الانزيماتيك السبب اللايبيز انزيم اللي طالع منين؟ إيه؟ في حالات الاكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس. هيحلل الانتي فات الموجود في الدريبلين. اما التروما في البريست وعلى فكره ليها اسم كده لذيذ يقول لك تروماتيك ماستايتس. كلمة ماست في اللاتيني يعني بريست وماستايتس يعني التروما دي عملت التهاب في البريست يسموه تروماتيك ماستايتس يبقى هنا ده في البريست اما ده في البريتونيوم ده سبب التروما اما ده كان سببه انزيم اسمه اللايبيز طب السؤال الثاني البريست ايه المشكله بتاعته؟ ان انا دلوقتي هيديني هارد ماس اخطر مشكله هتقابلك انك هتفتكر ان الماس دي ايه؟ كان ستيل برو اذروايز لحد ما تثبت العكس ازاي تثبت الشور بالنسبه لك هو ايه؟ المايكروسكوب طيب في التروما الهيستوري هيفرق معاك غالبا هيبقى مس ايدنج لان انت اصلا بتتعامل مع فئه هتشوفوها لما تتعامل معاك واصلا هتبقوا محتاجين كتاب كده بيجيبوا بتنمو الصفحات اسمع حاجه كده اسمها تمشيه. انا عندي تمشيه. زي كل لا تمشيه دي يعني اسكندريه.
فين وفين بقى عبال ما فهمت ده ازاي؟ يعني واحدة جاية بتقول لك أنا كويس الحمد لله بس عندي زي الفل ماشي زي الفل المضاد الحالي. الناس بتعرف الدواء وشكله والحجم الحباية ولونها ومواصفاتها المربعة والمدورة عشان انت الأيام بيجي لك يقول لك أنا باخد حباية الضغط البيضة الصغيرة. الكيسس نيكروزس ده خاص بالتي بي والتي بي واحد على فكرة التي بي رجع مصر وهو بقوة والمشكلة بقى ملوش علاج يلا وغالبا ما حدش بيبقى واخد باله منه في الأول والنوع الجديد ده حتى ايفن في الانفستيجيشن ما بيبقاش ظاهر أوي النوع اللي طالع من التي بي دلوقتي بقى مشكلة كبيرة. حد عارف ايه السبب الرئيسي في التي بي؟ ليه التي بي ما شاء الله مشهرة في مصر الولادة؟ الشيشة عيب فذلك الشيشة دي أكتر حاجة بتدي للتي بي تمام؟ خد نفس هات نفس وتلاقي الدنيا زي الفل تقول لك خارج من طيب التي بي دلوقتي بقى مشكلة طبعا احنا نقعد أصلا فيه ثلاث حصص نقعد نشرح في التي بي ده لما ناخد الانفكشن ثلاث حصص التي بي ده مشكلة رهيبة جدا. طب التي بي ده بيعمل ايه؟ وايه أصلا التي بي ده؟ البكتيريا بتاعت التي بي اهي دي كوري ولا بالصدار؟ كوكو بالصدار؟ أبو يعني سنة تقوى من كده يعني بس الصدار عصوية ولا كروية؟ مش كده بعد ولا كده حاجات من الحاجات؟ بس طيب طيب ايه المشكله بقى؟ اولا دي البكتيريا وده التيشو اهو ده ايه اللي انا برسمه ده؟ ده نورمال تيشو. التي بي بقى هيموت الخلايا دي ازاي؟ بص بقى ركز كويس قوي معايا دي البكتيريا وده البلاد سبلاي اللي عندي. التي بي دي ميكانيزم غريب جدا. التي بي مؤذي وعشان يبقى مؤذي يفضل كده ولا ينزل في الدم؟ دايما التي بي غرضه الاساسي انه يركب على الهول بتاع البلاد فيسل يبقى ادي كده الهول بتاع البلاد فيسل اهو وادي البكتيريا دي اسمها تي بي. الغرض الاساسي بتاع التي بي انه دايما ينزل لك فين؟ في الدم. ليه؟ بيرد بقى بيروح هنا وهنا وهنا. بس الجول بتاع البلاد فيسل الكلام ده هنعرفه وهيعدي القاعده دي بقى ازقها معاك من دلوقتي. الجول بتاع البلاد فيسل اي محاوله اختراق ليه بيقابلها برد فعل. يعني انت دلوقتي عمال تخرم الجول بتاع البلاد فيسل عايز تدخل جوه. تخيلت ان ده الجول بتاع البلاد فيسل وانت عايز تدخل فين؟ من بره تخرم الجول وتمشي في البلاد ستريم. الجول بتاع البلاد فيسل بيحصل فيه ريفلكس كده ليه؟ عشان يقاوم عمليه ايه؟ البنتريشن. طيب لما تيجي تعيد المحاوله تاني هيحصل ايه في الجول بتاع البلاد فيسل؟ سيجنال. بالمنظر ده انت بتعمل ايه في الهيومن بتاع البلاد فيسل؟ نروح صح؟ يبقى انت بتعمل اوكليتريشن للجول بتاع البلاد فيسل. طب لما تيجي تعمل اوكليتريشن للجول بتاع البلاد فيسل كميه الدم اللي رايحه تغذي التيشو ده هيحصل فيها ايه؟ اسكيميا وهايبوكسيا. يبقى الخلايا دلوقتي النكروزس بتاعها هيمشي في سكتها. نرجع كده انا كان عندي حاجه اسمها كواجريتيف نكروزس وليكوفاكتس. لما تمشي في سكه الكواجريتيف يبقى مين السبب؟ اسكيميا وهايبوكسيا صح؟ حلو. يبقى اذا دلوقتي القصه كلها البكتيريا دي عايزه تعمل انفلتريشن وانفيجن للجول بتاع البلاد فيسل
بيرد عليها كود بسكنينج. السكنينج ده بيعمل كونتريشن في اليوم، يعني بيقفل اليوم. الليجن ده اسمه ايه بقى؟ انت ارترايتس اوبليترانس. انت ارترايتس اوبليترانس من الجسم قولك اللي بيحصل فيه في الود بتاعه تتبسط اوبليتريشن. اي مرض مزمن دايما هيحصل معاه المرض ده. الموضوع ده ايه هو؟ ايه ارترايتس اوبليترانس يعني ايه؟ يعني البلاد فيسل هيبدا يحصل فيه سيكنينج. السيكنينج ده هيعمل ايه في اليومن؟ هيضيق اليوم. يبقى لما تسمع ان في اند ارترايتس اوبليترانس يساوي ان العيان ده بيحصل له اسكيميا. طب والاسكيميا دي هتقلب هايبوكس، والهايبوكس هتخلي الخلايا تموت. فالخلايا اللي هتموت دي هيحصل فيها ايه؟ نيكروزس. نوع النيكروزس هنا في الحاله دي كوأجريتيف نيكروزس. يعني الموضوع بتاع الكيزيس نيكروزس او التيبي ده بيبدا فين؟ كانه كويس. طيب المشكله بقى في ايه؟ ان البكتيريا دي هايلي توكسيك، فبتبدا تطلع توكسنز. فالتوكسنز بتروح هنا وتعمل ايه؟ في بقية الخلايا الثانية لايس. اللايس ازاي يساوي الكوفاكتيف نيكروز. يبقى دلوقتي بيحصل في الخلايا نوعين من انواع النيكروز، كوأجريتيف نيكروز والكوفاكتيف نيكروز. بعدين التي بي ده عبارة عن ايه؟ بكتيريا. البكتيريا دي هتعمل ايه؟ قال لي بكتيريا ده برضه ست بيغذي نورمال تيشو، عايزه تعمل انفلتريشن للبول بتاع البلاد فيسل ده. هيرد البلاد فيسل بحاجه اسمها ايه؟ ارترايتس اوبليترانس. الاندرترايتس اوبليترانس يا ماركو يبقى معنى كده ان البلاد سبلاي بيحصل له ايه دلوقتي؟ بيقل. ولما يقل البلاد سبلاي يبقى الخلايا دي كلها كميه الاكسجين اللي هيحطها هتحصل لها ايه؟ هتقل. في الحاله دي يا ماركو هيبدا يحصل ايه؟ هايبوكس. والهايبوكس تخلي الخلايا دي تقلب من نيروب الى نيروب، وفي الاخر يحصل نيكوز اسمه كواجيو. يبقى معنى كده ان الكيسس اول ما بيبدا بايه؟ كواجيو. المشكله ان البكتيريا دي هايلي توكسيك، يعني بتطلع توكسيك. التوكسيك دي هتمشي منها وتعمل لايسز في الوول بتاع الخلايا. يبقى اذا في الحاله دي كملت، بدات كواجيتيف وكملت كانها ايه؟ عشان كده ممكن واحد يجي يقول لي طب ليه ما حضرهاش مع الكواجيتيف ولا الكوفاكتيف؟ ده نوع لوحده بيبقى واحد الاثنين مع بعض. طب السؤال، معنى كلمة ديكوفاكتيف يبقى أكيد في مية إيه؟ هتطلع عندك، البكتيريا دي بتديها لون وقوام شبه الجبنة، فقالوا عليه ده شبه الكازين. شفتوا الكازين؟ الكازين ده بيبقى لون الجبنة ولونه مصفر، تمام؟ وتشيزي كده، يعني قوامه كده زي قوام الجبنة بالظبط، فالفلويد ده قالوا عليه هو شبه الكازين، فراحوا مسميين الرياكشن ده إيه؟ كيزيس نيكروزس. يبقى كلمة كيزيس دي جت منين؟ جت من الكازين. ايه بقى قصة الكازين؟ انت عندك بدأت كوأجريتيف نيكروز وبعدين كملت في ليكوفاكتيف. الناتج اللي عندك في الآخر في ليكوفاكتيف، وليكوفاكتيف بيبقى ايه؟ يساوي ان في مية بتطلع عنده. المية اللي بتطلع دي البكتيريا ادت لها لون وادت لها قوام، فبقى المية دي عندك كأنها زي الجيل، فقال ده شبه الكازين فسموا الرياكشن كيزيس نيكروز. طب سؤال، جهاز المناعة هيقف كده يتفرج على القصة دي؟ أكيد لا، هيبدأ يعمل إيه؟ يبدأ يحاوط الرياكشن ده كله في الانفلاماتوري سيلز. يبقى تحت الميكروسكوب ساعتك هتلاقي في إيه؟ كيزيس ماتيريال، تمام؟ إيه كيزيس ماتيريال دي؟ ده الخلايا اللي اتحللت ودابت والفلويد بتاعها طلع وبقى لونه أحمر، والتشو اللي مات وحواليه من بره انفلاماتوريز. يبقى نلم بقى كيزيس نيكروزس. اول حاجه ديفينيشن اوف كيزيس نيكروزس ده سبيسيفيك تايب، تمام؟ ميني نيكروزس بيحصل مع حالات التي بي. الميكانيزم بيبدا ستارت از ايه؟ طيب بدا كواجيتيف ليه؟ لان انا حصل عندي هنا اندرايتس اوف ديتيرمنت سكيميا نتيجه الوول بتاع البلاد بيس حصل فيه اندرايتس اوف ديتيرمنت، اللي بيقاوم البكتيريا اللي عايز تعمل فيه انفلتريشن. لما حصل اندرايتس اوف ديتيرمنت الخلايا دي بدل ايه؟ او يحصل فيها نيكروز السمنه كويرمنت.
المشكله الثانيه ان البكتيريا بتطلع توكسين، التوكسين هتروح على الوول بتاع البلط او بتاع الخلايا تكسرها، لما تكسرها يبقى ايه بيلاقي الى الايكوفاكتور. معنى كلمه ايكوفاكتور ان الخلايا اتكسرت وطلع الميه، الميه اللي هتطلع عندك هيبقى ليها كونسستنسي عامل زي التشيز ولون زي التشيز، فسموا الماتيريال الميه اللي طالعه دي ايه؟ كازين او كيزيس ماتيريال. الماتيريال دي على فكره تحت الميكروسكوب عندنا لونين تحت الميكروسكوب، ايه او ايه؟ احمر او ازرق، هي تاخد اللون الاحمر يقولوا عليها كازين وكيزيس. جهاز المناعه مش هيعرف يسكت، هيبدا يحاول ده كله بانفلاماتوري سيل، ده اللي سميناه ايه؟ انفلاماتوري رياكشن. هي كلمه كده غبيه ومش هقدر اشرحها لك دلوقتي انها بالتفصيل هتشرح في الانفلاميشن. دلوقتي انت عندك كتله صح؟ ده كده يعتبر كل الرياكشن ده كتله على بعض، وقلنا قبل كده كلمه كتله في الطب اسمها هوما. هوما يعني ناس. طيب الهوما دي الحاجه الوحيده اللي هتشوفها فيها ان فيها ايه؟ حبيبات. الحبيبات دي لو جيت كبرتها هتكتشف انها عباره عن انفلاماتوري سيلز، صح؟ مش احنا قلنا ان في انفلاماتوري سيلز بتيجي تحاوط القصه دي كلها؟ انفلاماتوري سيلز كثيره جدا. فقال طب احنا عايزين نديها اسم، بنسميها ايه؟ دي ماس مكونه من حبيبات، ايه الحبيبات اللي عندك دي؟ دي انفلاماتوري سيلز. فسموا المصطلح ده مصطلح اسمه جرانيولوما، وما تسالش اكتر من كده. هناخد بالتفصيل كلمه جرانيولوما شابتر الانفكشن وشابتر الانفلاميشن. يعني كلمه جرانيولوما يعني حبيبات عامله ماس، الحبيبات دي في الاخر هتبقى ايه؟ انفلاماتوري سيلز. يبقى ليها يعني ايه؟ كيزيس نكروز. تي بي يبقى السبب الرئيسي في كيزيس نكروز هو التي بي. ماشي. فهمني غلط. سمعت الكلمة دي قبل كده صح؟ ذكرك مرتبط بإيه؟ السلطة. حلو حلو جدا فعلا. طب وإيه كمان؟ ودايما مرتبط إن العيان ده بيعملوا له إيه؟ حتة اللي بتجيب فيها بس حلو جدا شكرا. طيب ولو ما بطلوش كده هيحصل العيان سيبسس وهيموت، المهم انه يموت، احنا يهمنا ان العيان يموت. طيب وبالتالي محاوله البتر هي محاوله لانقاذ، يعني انت حط في دماغك الغرغرينه دي اكيد حاجه فيها توكسنز، فلو ما قطعتهاش التوكسنز دي هتبدا تسحب هتعمل انتشار وهتموت لك العيان. يبقى حط في دماغك ان الموضوع اللي هيحصل فيه جنجرين ركز معايا يا ابني، الحاجه اللي هيحصل فيها جنجرين دي اكيد فيها سموم وفيها بلاوي. طيب السؤال بقى يعني ايه جنجرين؟ تعالى كده معايا، لو جيت قلت لك ان الخلايا دي ماتت ماشي عندي شويه خلايا اهي دي ودي ماتت ما عنديش مشكله، سمينا التعريف ده ليه قبل كده؟ دي اسم الجروب اوكسيد سميناها. طب لو جيت قلت لك انها ما ماتتش بس ده ماتت وعفنت، حصل معاها تعفن، تعفن اسمه ايه؟ بيوتري فاكشن. واكيد لما تسمع ان في تعفن يبقى اكيد ايه؟ في سموم صح؟ يبقى هو ده تعريف الجنجرين، وهي دي خطوره الجنجرين، هي الحته اللي هي ايه؟ البيوتري فاكشن. يبقى اذا تعريف الجنجرين نيكروزس يقول لك كده، والسوبر امبوزد يعني معاه كمان سوبر امبوزد عليه مضاف عليه كده بيرفكشن. طيب السؤال انا كده عرفت الديفينيشن، عايز اعرف ايه هو السبب اللي يخلي العيان يدخل في جنجريت. هو جنجريت دي عباره عن ايه يا حاج؟ يبقى لو عرفت لي سبب النكروزس وسبب البيوتريفاكشن عرفت الجنجرين، وهو ده فرق. الايتيولوجي عندي نكروزس اسباب النكروزس واسباب البيوتريفاكشن. اسباب النكروزس مش هقول احنا عارفينها، بس الكومن كوز هو ايه؟ هيبوكسيا والسكين. ودايما في حد كان سائل في الجنجرين دايابيتس، هو دايابيتس ايه مشكلته؟ يعني تبقى متخيل كده عيان عنده دايابيتس، ايه اللي يخلي العيان اللي عنده دايابيتس تمام؟ فكر كده.
يدخل في الانجرين. هو ده هيعمل لك رز ازاي؟ عن طريق الاسيرس بيروز صح؟ هيقفل لك الهول بتاع الضغط بس مش كده وبس. عيان اللي عنده دايابيتس الليفل بتاع الشوجر اخباره ايه؟ والشوجر ده جود ميديا للانفكشن انها تعيش فيه. فانت كده بتساعد كمان الانفكشن. ما تكتبش حاجه الكلام ده لسه هنقوله بعدين. طيب اسباب النكروزس معروفه هايبوكسيا واسكيميا والكلام ده كله. هما الباقي ايه اسباب الفيتروفاكشن؟ وهنا سؤال. هل عمرك يلا ماشي هل عمرك سمعت عن واحد وهو صاحي كده جاب تعفن؟ مش معفن جاب تعفن. يعني هل عمرك سمعت عن واحد صحي لقى صباع رجله مثلا تعفن لوحده؟ ولا بلاش صباع رجله خلي ما في اي حاجه؟ يعني سمعت كده الكلام ده في ده. بس تخيل بقى واحد يموت ويرموا جثته يومين ثلاثه كده في البيت ونشوف اللي هيحصل. هيحصل تعفن. طب السؤال الثاني ليه لما بتموت والتعفن ده ما بيحصلش غير لما الجزء او الجسم يموت؟ ليه؟ طول ما انت ليفنج ما ينفعش ان يحصل لك تعفن واول ما تموت يحصل تعفن. السؤال الثاني التعفن ده ايه سببه؟ اكيد في بكتيريا صح؟ البكتيريا مسؤوله عن التعفن. طب البكتيريا دي جت منين؟ جالك من بره ولا هي اوريدي موجوده عندك؟ هو انا اوريدي في نورمال بكتيريا موجوده عندنا في جسمنا اللي هي بكتيريا فلورا. انت اوريدي عندك بكتيريا موجوده في جسمك. بس البكتيريا فلورا دي سؤال بتاذيك؟ ليه؟ لانك طول ما سعادتك عايش البكتيريا فلورا دي بيحصل لها ايه؟ سبريسد وبتتغذى. لما الانسان يموت يعني مفيش اي نوتريشن انها توصل للبكتيريا دي. فالبكتيريا دي تعمل ايه؟ تبدا تقرر هي بقى تلقط رزقها. تروح بقى للبرجنز وتبدا تعمل فيهم ايه؟ تتغذى عليهم. طب البكتيريا دي اسمها ايه؟ البكتيريا دي اسمها سابروفايت. يبقى دي ايه هو السابروفايت؟ دي نورمال بكتيريا موجوده في جسم الانسان. عشان كده أول حاجة بيحصل فيها تعفن هي أكتر مكان موجودة فيه البكتيريا دي فين؟ الانتستين. أول مكان بيحصل فيه تعفن دايما هو الانتستين. فالفكرة كلها إن البكتيريا اللي اسمها سابروفايت دي ما بتشتغلش غير لما يحصل ديس في الأورجن. هو مش شرط العيان يموت، يحصل ديس في الأورجن. البكتيريا دي بتعمل إيه بقى؟ ركز بقى كويس قوي في الكلام ده. هو لو أنت شميت هتشم لو شميت حاجة معفنة ناحيتها معفن أكيد وحشة صح؟ طب دي الحاجة اللي بتعفن بيبقى لونها وريحتها مختلفين برضه بسبب السابروفايت. يعني إيه؟ السابروفايت دي دلوقتي بتتغذى على البروتين اللي موجود فين؟ اللي موجود في الخلايا. الخلايا دي ماتت. السابروفايت هتبدأ تاكل البروتين خلاص ماتت كده كده مفيش جهاز مناعة مفيش أي حاجة هتدافع عنها فهتبدا السابروفايت تتغذى على البروتين. طيب لما تبدا تتغذى على البروتين، البروتين ده هيحصل فيه تفاعلات، التفاعلات دي هتطلع لك حاجتين. هيدروجين، انتوا عارفين ان الامونيا اصلا السبب الرئيسي للامونيا في جسم الانسان هو البروتين وصلفر. طب الاثنين دول لما يتحدوا مع بعض يدوني حاجه اسمها H2S. سمعتوا عنه ال H2S ده قبل كده؟ حد فيكم شامو قبل كده؟ شميته النشادة؟ ريحتها مغلفة صح؟ تخيل بقى الـ H2S ده بيسموه رائحة البيض الفاسد. ريحة تقرف. ريحة وحشة جدا. بقول لك الروتين ايج. جيب من أنا بتكلم دلوقتي إن أنا عندي بكتيريا اسمها سابروفايت نورمالي موجودة في جسم الإنسان ولكن ما بتشتغلش إمتى تشتغل البكتيريا دي؟ لو في حتة ميتة يعني من الآخر ما بتشتغلش إلا على فيكو ميت. هتعمل إيه في التيشو الميت ده؟
اول حاجه هتبدا تاكل في التيشو المائي ده، انا عايز اتغذى، وهتاخد البروتين بتاعه، هتطلع ويست برودكتس. الويست برودكت اللي هتطلع عندك من البروتين هي ال H2S، فالبكتيريا دي هتدي لك H2S. ال H2S ده هيبقى ريحته مقرفه جدا. مش كده وبس، مش انت خدت الصفه دي هتبدا تطلع لك كمان اير. اير منين؟ بتتغذى على بقايا الدم، اي اورجن في كابيلاري كان فيها شويه دم هتتغذى عليه وتطلع منه بالاير. الاير ده يتحد مع الصلفه يديك حاجه اسمها اير سلفايد، يخلي التشو اللي مادة لونه بلاك. يبقى معنى كده ان الجزء اللي حصل في جنجرين هيبقى ريحته يقول لك اوفنسيف اودر ولونه بلاك. طب سؤال يا دكاتره، ايه اللي خلى حاجه زي كده تحصل عندي؟ البكتيريا دي اسمها السابروفايد. وامتى البكتيريا دي تشتغل؟ على الزيت بورجر. عشان كده لو واحد حصل عنده تصلب في الشرايين، زي ما انتم عارفين العيان اللي عنده الدايابيتس وحصل عنده اثيروسكلوزس واتقفل البلاد سبلاي بتاع الليم، كل ده اتقفل، الجزء ده كله هيحصل له ايه؟ في دم هيوصل له، الخلايا دي كلها هتموت، السابروفايتس موجوده في كل حته في جسمه، هتشوف ان ده تشو ايه؟ ميت. هتبدا تتغذى على الخلايا دي، صح؟ طب لما تتغذى على الخلايا دي هيحصل ايه؟ هيبدا السابروفايت تخلي لك ان في ريحه ولون H2S وH2S، هايدروجين سلفايد وهيدروجين سلفايد. فاي جزء هيحصل فيه انفاركشن تتوقع ان لونه هيبقى في الاخر بلاك وريحته اوفنسيف بسبب بكتيريا اسمها السابروفايت. يبقى تاني كده يا دكاتره، يعني ايه جنجرين؟ حاجتين مع بعض، نكروزس وفيتريفاكشن. الكوزس اوف جنجرين حاجتين مع بعض، كوزس اوف نكروزس وكوزس اوف فيتريفاكشن. ممكن اسال سؤال، هو ايه اسباب النكروزس اللي اتكلمنا عنهم؟ هايبوكسيا وايسكيميا. ممكن بكتيريا؟ كتير. بالك بقى من حاجه، البيوتيفاكشن ده سببه ايه؟ بكتيريا. اشهرهم السابروفايت، هناخد بكتيريات كتير بس بكتيريا. يعني معنى كده ان انت ممكن توجد عامل مشترك ما بين الاثنين، صح؟ ان البكتيريا دي تموت وتعفن في نفس الوقت. تمام؟ يبقى هتموت الخلايا، تطلع توكسين، تموت فيه الخلايا وتشتغل عليها، يعني تموتها وتعمل فيها تعفن. اركن المعلومة دي على جنب دلوقتي. يبقى تاني عرفت يعني ايه جنجرين وعرفت ايه هي اسباب الجنجرين. السؤال اللي بعد كده، احنا اتفقنا ان الكوز المين كوز بتاع النيكروسس عشان تبقوا عارفين كده هايبوكسيا واسكيميا. وبما ان الاسكيميا والهايبوكسيا بالذات حاجة محترمة ومهمة، فقالوا احنا هنسمي الخلايا اللي هتموت بسبب اسكيميا هنسمي النيكروسس بتاعها اسم تاني. يعني اللي انا هقوله، الاسم اللي انا هقوله ده هو عبارة عن ايه؟ نيكروزس ديو تو اسكيميا او هايبوكسيا. لما يبقى عندك بلاد سبلاي اتقفل يبقى اذا الخلايا دي هيحصل لها ايه؟ هتموت. هنسميها ايه؟ نيكروزس، او ليها اسم ثاني وخد بالك من الاسم ده، اسمها انفاركشن. ولو سمحت اف اي ار مش اف ار اي، عشان معظمكم اللي بيقول لي انفاركشن اسمها انفاركشن. يعني ايه كلمة infarction؟ necrosis due to skin. فلما تسمع كلمة infarction معدية عليك في النص يبقى اعرف ان السبب كان skinny او hypoxia. يبقى تاني necrosis due to skinny او hypoxia يا دكتورة اسمه ايه؟ infarction. طيب السؤال بقى، السبب الرئيسي على فكرة في كل انواع الجنجرين اللي احنا هنتكلم عنها هو اسكيميا او اثيروسكلروزس او خلاف. طب تعالى بقى كده معايا وشوف بقى الحته دي، لان هي دي اللي هيتبني عليها اسئله كتير قوي. انواع الجنجرين ايه؟ قال لك احنا هنقسم الجنجرين حسب الطريقه اللي هتحصل بيها او التايب اوف اوبستراكشن. هنفهمها دلوقتي. انا هرسم لك اثنين لم. انتوا عارفين ان اي بلاد سبلاي في الاناتومي كنا بنقول دايما ان البلاد سبلاي عندي فيه ارتري وفين؟
وفين. طب ايه الفرق ما بين الارتري والفين؟ الارتري بيوصل البلط والفين بيسحب البلط. ادي الارتري وادي. طب سؤال، انا علشان اعمل جنجرين اتفقنا ان انا محتاج اعمل حاجتين مع بعض يا دكاتره، ايه هما؟ نيكروزس وبيترفكشن. وبيترفكشن حققت الاثنين دول يبقى انت سويت انك عملت جنجرين. طيب علشان اعمل جنجرين قلنا السبب الرئيسي ان انا اعمل بيه جنجرين ان انا اعمل ايه في البلاد فيسل؟ اقفل البلاد صح؟ اللي هو الارتري ولا الفين؟ انا اللي جنبني الارتري. طيب قفل الارتري ده ممكن يبقى لوحده او ممكن اقفل كمان معاه فين. انا اللي يهمني ان انا قفلت ايه؟ ارتري. طب لو جيت دلوقتي وقلت لك ان انا قفلت الارتري ده في دم هيوصل هنا؟ امتحان. مفيش بلاط صباح يا يوسف صح؟ يبقى معنى كده ان الخلايا دي ايه؟ هتموت. طب وهنا في دم هيوصل؟ برضه الخلايا هنا ايه؟ هتموت. بس ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ ركز بقى. هنا الفين مفتوح صح؟ فأي ميه موجوده هنا هتتسحب فين؟ في الفين. الحته اللي هتموت دي تفتكر هتبقى دراي ولا ويت؟ فسموا دي دراي جنجرين. اما هنا انت قفلت الارض يبقى قفلت مين كمان؟ فين صح؟ ولما قفلت فين يبقى الدم اللي هنا وبقيه المايه اللي هنا هترجع ولا مش هترجع؟ فسموا دي مويست او ويت جنجرين. سؤال يتبادر كده للذهن، مين اخطر؟ دراي جنجرين ولا مويست جنجرين؟ افتكرها دايما بين حاجتين، لو جبت واحد كده جاب بسطرمه او جاب جبنه رومي وطلقها في الهواء وسابها هتعفن؟ ولا هتعفن؟ ولا الهواء بيسيبوها بالشهور ما بيحصلهاش حاجه. وهات طماطمايه فيها ميه من جوه وسيبها اسبوع واحد هيحصلها ايه؟ هتعفن. طب اشمعنى؟ الميه الووتر از جود ميديا ليه؟ للانفكشن. فمعنى كده ان مين هيبقى اخطر؟ الدراي جنجرين ولا المويست جنجرين؟ المويست جنجرين. تمام؟ عشان كده الدايابيتس على فكره بيعمل مويست زي ما بنعرف بعد. طيب يبقى انا دلوقتي بالنسبه لي اكوردنج للكونستراكشن اتقسمت عندي الى ايه؟ الى اثنين. قفلت ارتري بس تبقى دراي. قفلت ارتري وفين الدم اللي عندك مش هيهرب يبقى مويست جنجرين. طب سؤال تاني، احنا اتفقنا ان تعريف الجنجرين هو ايه؟ نيكروزس وبيتريفاكشن صح؟ تعالى بقى ركز معايا كده، لو حصل اسكيميا وبستركشن الخلايا دي هيحصلها ايه؟ نيكروزس وبعد شويه السب فايت او البكتيريا الثانيه هتعرف ان دي خلايا ماتت فتبدا تروح تهاجمها وتعمل فيها ايه؟ بيوتيفكشن. السؤال مين اللي حصل الاول؟ النكروزس ولا البيوتيفكشن؟ يعني النكروزس سبق البيوتيفكشن بفتره صح؟ طب سؤال لو ما كانش حصل نكروزس كان هيحصل بيوتيفكشن؟ فيقول لك ان البيوتيفكشن سكندري للنكروزس. يعني ايه؟ يعني البيوتيفكشن مترتب على النكروزس فيسموا دي سكندري جنجري. يبقى تاني انا بدات عندي نيكروزس نتيجه اسكيميا او هايبوكس زي ما نعرف وبعد كده بعديه بفتره حصل ايه؟ حصل بيتيفاكشن. طب لو كان السبب اهو ده بكتيريا هتعمل ايه؟ هتموت وتعفن في نفس الوقت. يبقى معنى كده ان النيكروزس والبيتيفاكشن بيحصلوا ايه؟ مع بعض. ففي الحاله دي مفيش حاجه سبقت حاجه فيقولوا الاثنين دول بيسموهم برايمري. اما دي كانت ايه؟ لازم الاول نكروزس فورورد باي بيتيفاكشن. اما هنا يقول لك ان النكروزس والبيتيفاكشن يحصلوا سيمالتينيس. يعني ايه؟ يعني اللي موت هو اللي عفن في نفس الوقت. الخلايا بتموت وتتعفن في نفس الوقت. اما هنا الخلايا بتموت وتستنى مين اللي يجي لها؟ البيتيفاكتيف بكتيريا اللي تيجي. حتى في اسم تاني برايمر دي بيسموها انفكتيف جنجرين. وهنا بقى واضحه جدا كلمه انفكتيف يعني ايه؟ في انفكشن حصلت عملت النكروزس والانفكشن في نفس الوقت.
ماشي. قول لي بقى يعني ايه جنجرين؟ يلا يعني ايه جنجرين؟ يعني الحدوث. مين حصل قبل مين؟ according to structure قسمناهم الى ايه وايه؟ according to onset قسمناهم الى primary وسكندري. احنا هنشرح دول اللي يموت الدراي والمويس والبرايمري والسكندري مش مهم. ماشي؟ واهم واحده ودي دايما اللي بتيجي في الامتحان هي الدراي جنجرين. من غير ما افكر لما تسمع ان في دراي جنجرين يعني ايه دراي جنجرين؟ كلمة دراي جنجرين تساوي حاجة واحدة ايه؟ أرضي مقفول وفين مفتوح. طب السؤال ايه الاكزامبلز؟ يعني ايه الحاجات اللي يحصل فيها قفل للقصري والفين يفضل مفتوح؟ حاجة كده اسمها سمايل جنجرين. يبقى اكيد دي بتحصل فين؟ الناس الكبار. اشمعنى؟ الكبار بيحصل لهم ايه في تصالب الشرايين والاسر السكري. والاثنين هتلاقوهم موجودين عندكم في نص الكلام. واحد اسمه برجر ديزيز وده هنكتب لي جنبه جوجو. وواحد اسمه رينو ديزيز وده هنكتب لي جنبه سوزو. افهم يا ابني والله هو ده اللي هيجي في دماغك. تعالى نبدا بسوزو. انت هبل. الرينو ده عبارة عن ايه؟ هو ده بيحصل على فكرة دايما في الابر ديب في الجينة. سوسو دي ايه؟ دي مين؟ مين؟ يبقى سوسو اكيد في مين. وطالما في مين يبقى سايكولوجي. على فكرة كومون ديزيزز في الفيميل سايكولوجي. مالها؟ كانت مستنية صاحبها تمام في الجو الساقع. الواد ما جاش قلبها. السايكو اشتغل. بدا يحصل للبول بتاع البلاد فيسل سيفير ماسك ريستريكشن. الارتري اتقفل. فالارتري لو اتقفل لفتره اطول من اللازم هيحصل لها ايه؟ الكروزس. هتدخل في الجنجرين ونخلص منه تمام؟ يبقى الرينو ديزيز افتكروا كده في ميل بيشنت ماشي؟ سايكولوجيكال عندها ديستربنس. وده من ضمن الحاجات السايكولوجيكال دي اكتر حاجه اصلا بيعمل حاجه اسمها سايكولوجيكال بازوس بس. وبيحصل لها اكسبوجر للكولد. كل دي حاجات تخلي الجول بتاع بلاد فيسل ايه؟ يحصل فيه الليجن تمام؟ الحاج ده بقى ده شاب بتاع 30 سنة مثلا شاريب سجاير حرف شيء تبي سجاير سموك. السموكينج زي ما بنعرف بيعمل فازو كونستريكشن. البرجر ديزيز ده قاعدة كده. مرة كان في مؤتمر عن برجر ديزيز فالبرجر ديزيز كانوا كاتبين العنوان كده stop your cigarette or lose your liver. البطل سجاير يطير الليب. بيعمل سيفير بازو كونستريكشن للور ليمب بلاد فيسل. تقفل كده. فالحل الوحيد العلاج الوحيد للعيان ده انه ستوب سيجاير. ملوش اي علاج تاني. فبالنسبه لك دلوقتي الرينوت والبرجر هما الاثنين كلمتين كده بس فيهم بسرعه عشان لو اتسالت فيهم. الاثنين دول عباره عن دراي جنجرين. يعني ايه دراي جنجرين؟ يعني بيحصل فازو كونستريكشن لارتري بس البين مفتوح. الاكزامبل بقى اللي مهم في الامتحان وهو ده اللي بيجي كتير جدا في الامتحان هو الدراي جنجرين بتاع السنايد. ودايما حتى هو كده مرتبط هو ما بيسالش اكتر من سنايد جنجرين. هناخد جزء بس كده في الثنائي الجنجرين. اولا الثنائي الجنجرين ده نوع من انواع الدراج. يبقى اكيد اللي اتقفل بس ارض. ومين اللي فاضي؟ البيت. ايه
اشمعنى السنايد؟ ليه الناس الكبار في السن هم دايما اللي عرضه انه يجيله قفل للارتري والبين سليم؟ يعني ايه الحاجه اللي تقفل الارتري وتخليك البين سليم؟ اشمعنى بتحصل في الناس الكبار؟ قال لك ان الناس الكبار دول عرضه للاثيروسكليروزس. دي حاجه. الناس الكبار في السن الكفاءه بتاعت الارض اخبارها ايه؟ هتقل. فمعدل سريان الدم دلوقتي في الاوعيه الدمويه هيقل. فكانك برضه ايه؟ قافل الجود بتاع الضغط بس. يبقى الويك هارت اكشن. ويا سلام بقى كمان لو العيان ده لابس تايت شو جزمه ضيقه. جزمه ضيقه يبقى هتعمل ايه على الاوعيه التعبانه اصلا هنا؟ تقفل عليها. فازو كونستريكشن. عشان كده دايما الناس الكبار بقول له البس شبشب اي حاجه كده واسعه وخلاص، اوعى تلبس حاجه ضيقه. لان هو اوريدي بيت اسبوز عيان اوعيته الدمويه بقت تعبانه في الويك ماسل كونتراكشن، فمش طبعا انك تزودها له بانك تقفل تضيق على الجود بتاع البلدس. طيب السؤال الثاني اللي انا هساله بقى دلوقتي، العيان ده حصل له اثيروسكليروز وجزء ده اتقفل، الحته اللي انا عاملها ده المكان بتاع الاوبستراكشن. يعني بلو لاين بتاع الاوبستراكشن الجزء ده كله بالخلايا دي كلها في دم بيوصل. طيب الفين مقفول ولا مفتوح؟ مفتوح. يعني معنى كده ان الحته دي بقت زي الفل كده ما فيهاش ميه الا بقايا بس. اول حاجه تفتكر دلوقتي البول بتاع الموبايل سايلنت، انا عامل موبايل سايلنت دلوقتي. البول بتاع البلد فيسل ده دلوقتي لما يتقفل يبقى الدم اللي وصل للحته دي كلها هيتملى. رقم واحد، ساعات كنت طفل كان عندك دايما تروح ماسك صباعك ورابط حواليه اي حاجه ولازم يزعقوا لك ويقولوا لك ايه؟ صباعك هيموت ولا هيطير والكلام ده. ايه المشكله؟ الكلام اللي بتخرفنه. انت لو جيت ربطت على صباعك لونه هيحصل فيه ايه؟ على طول هيتبقى؟ لا، هيبقى الاول بين. امسك صباعك او اي حاجه واضغط عليها، في الاول هتلاقيها بقت بين. يعني ايه بين؟ يعني هو ليه الجسم بتاعنا بيبقى بيسموه بينك؟ لان في بلط. فمعنى ان بقى اللون بين يبقى معنى كده ان كميه البلط حصل لها ايه؟ قل. طيب وبعد ما بقى بين يجي اللون اللي انتوا قلتوا عليه. دلوقتي انا الدم اللي موجود هنا هيبقى ازرق. طب يعني ايه ازرق؟ ليه بقى بلو؟ انت دلوقتي الدم اللي هنا لونه هو دم لونه احمر ليه؟ عشان ايه؟ عشان الهيموجلوبين. اما البينز اللي ماشي فيها نون اوكسجينيتد بلاد صح؟ فيبقى لونها ازرق. طب لو انت حبست قفلت البلاد هنا الدم اللي موجود عندك هيسلم الاكسجين ويبقى اوكسجينيتد ولا نون اوكسجينيتد؟ فعشان كده بعد كده بيبقى لون ايه؟ بلو. طيب السؤال اللي بعد كده، يبقى انا دلوقتي اول حاجه اللون كان بيل، ثاني حاجه قلب الى بلو، يبقى معنى كلمه بلو ده اللي بيسموه ساينوزس. يعني ايه ساينوزس؟ زرقة الدم. بعد كده دلوقتي هل الاورجن او الخلايا دي بيوصل لها ضغط؟ خلاص سلمت الاكسجين وخلصت، المفروض مستني الدفعه الثانيه من البلاد ما جاتش. ومش كده وبس، ده البين كمان خدت بقيه البلاد ومشي. السؤال الثاني، دلوقتي التيشو يوصل لارض؟ لا، يقلب من ايروب لانيروب وخلاص وتمام التمام وبرضه لسه ما وصلش البلاد، فتبدا الخلايا دي تموت. الخلايا دي لما تبدا تموت ايه المشكله يعني لما تبدا تموت؟ هتطلع انزيمز كتيرة قوي من جواها. احنا اتفقنا ان اي خلايا بتموت بتطلع كل الكونتنت اللي جواها. من ضمن المشاكل في الكونتنت اللي بتطلع منها حاجه يقولوا عليها بروتيوليتيك انزيم. طب سؤال، خليه ماتت من جواها انزيمز زي البروتيز انزيم، خرج البروتيز انزيم ده لما يخرج هيجي على التيشو اللي لسه ما ماتش ده ويعمل ايه في البروتين اللي موجود فيه؟ يبقى معنى كده ودي القاعده الثابته، اوعى تسيب تيشو ميت جنب تيشو حي. ليه؟ لان التيشو الميت هيطلع مواد، هتعمل ايه في التيشو الحي؟ هتموته.
فانت دلوقتي الخلايا اللي ماتت دي طلعت بروتيوليتك انزايم، هتعمل ايه في التيشو ده؟ هتموته. وهنفضل على الموضوع ده، ده عمال يموت في ده وده وده، كل ده عمال يموت. طب سؤال، واحد يجي يقول لي طب ما هو جهاز المناعه مش المفروض يجي ويهاجم ويمنع اي حاجه؟ هو سعادتك جهاز المناعه ده بيجي ازاي؟ عن طريق البلد. هو في بلد هنا؟ يبقى جهاز المناعه يجي يعمل ايه؟ يجي ازاي اصلا؟ المشكله بقى في ايه؟ لحد هنا الدنيا ماشيه معقوله، نكروز خلاص. الجزء ده ميت ولا حي؟ ميت. وطالما ميت يبقى لازم في بكتيريا تشتغل عليه اللي هي السابروفايت. السابروفايت دلوقتي تفتكروا هتعمل ايه؟ هتيجي تشتغل على تاكل البروتين، تطلع لك هاير من سلفايت وهاير من سلفايت. يبقى ثالث لون عندك هيبقى الحته اللي فيها الجري بقى منها ايه؟ يبقى اول حاجه بقت بيه. طب ليه بيه؟ عشان تكريز البلاد سبلاي. تاني حاجه بقت بلو. ليه بلو؟ نار اوكسجينيتد بلاد. تالت حاجه بقت بيه. سوري بلاك. طيب سؤال بقى، هو انا هنا مفيش بلاد سبلاي خالص عندي؟ لا في، انتوا عارفين ان البلاد فيسلز في كده حاجه اسمها اناستموزس بتبقى موجوده فيها. الاناستموزس دي بتبقى ويك قوي وفيها يا دوب 2 3 كامله بالكتير. احنا اتفقنا ان دي طلع من الخلايا دي. بروتيوليتك انزايم. يعني هتدوب اي حاجه هتقابلها، صح؟ من ضمن الحاجات اللي هتدوبهم، هتدوب مين؟ الكابيلاري الصغيره دي. هيطلع منها ايه؟ اربسيس. الاربسيس دي ممكن تبقى مقطالك التيشو فتلاقي في حتت فيها بلط. يبقى تاني انا عندي دلوقتي خلايا اهي ماتت، طلعت بروتيوليتك انزايم، البروتيوليتك انزايم كان اي حاجه بتجيبها. من ضمن الحاجات اللي كانت الهول بتاع بلاد بيسر الصغير اللي كان فيه 2 3 اربوسيس. فبدات يحصل ايه؟ تطلع الاربوسيس. وعلى فكره ده السورس بتاع الايرون في الحته دي. طلعت الاربوسيس اتكسرت، فكان في نقط كده ممكن تلاقي في وسط الجنجرين في نقط لون احمر. طب واحد هيقول لي طب الدم ده جه منين؟ اقول له ده كان شويه بلاد كابيلاريز موجوده عندي. المشكله مش في كده. الاربوسيس اللي اتكسرت طلعت الهيموجلوبين، الهيموجلوبين الثاني الايرن. الايرن ده يا جماعه الموبايل سايلنت، في زرار كده ممكن تدوس عليه او ممكن تشيل البطاريه خالص. في دلوقتي عندي البلاد هيطلع هيديلك ايرن، الايرن ده في الاخر هيتحد بيديني ايرن سلفايد. يبقى ايه هي الكالر تشينجز اللي شفناها في الجنجرين دلوقتي؟ العيان بقى بيه رجله بيه، وبعد كده بقى بلو، وبعد كده الباك. ممكن تبقى فيها حتت بلادي نتيجه الرابتشر اوف بلاد. ماشي؟ هنقف عند الجزء ده دلوقتي وهناخد الامتحان السريع كده.